هستحمل ايه؟ عندي سمك فيليه مفروم، مستردة، بشر ليمون، عصير ليمون، شبت مفروم ناعم، بصل اخضر مفروم ناعم، ملح وفلفل، ثوم مفروم، كمون، هوت صوص، بيض، زبدة، دقيق، جزر مبشور، ذرة حلوة، وفي ليمون ده للتقديم. طب تعالوا نشوف هنعمل ايه. احنا ممكن نعمل الوصفة دي في الكبة لو انتوا حابين، نحط كل المقادير مع بعضها ونضربهم كويس جدا ونبتدي نشكل الكفتة، وممكن ان احنا نحطهم كده. ده هيعتمد على احنا عايزين المكونات الخضار دي تبان جوه ولا عايزينها تبقى مختفيه مع السمك. لو عايزينها تبقى مختفيه يبقى هنحطها في الكبه ونضربهم مع بعض، لو عايزينها تبقى باينه يبقى هنعملها يدوي. دي اول حاجه. تاني حاجه نقدر نزود هنا كوسه مبشوره، نقدر نزود شويه سبانخ، نقدر نزود شويه بطاطا، قرع عسلي، بطاطس، بس هنتاكد ان كل حاجه تكون مستوية لأن السمك ما بياخدش وقت في السوى، فمش عايزة بقية الحاجات تبقى نية. ونراجع واحنا بنحط، بس بعد ما نجيب الملح والفلفل نراجع واحنا بنحط المكونات كلها مع بعض. سمك مفروم، وهخلي الإيد دي نضيفة، ملح، فلفل، بشر ليمون، عصير ليمون، شبت، بصل مفروم ناعم، هوت صوص، وناخد هالة ونكمل. يا هالة 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 لسه معانا؟ يا أمل. كمون. أمل ازيك يا حبيبه قلبي؟ اهلا وسهلا. الحمد لله. عامله ايه؟ قوي قوي والله. ربنا يخليكي حبيبتي، تسلمي لي. دي اصلا بيقولوا لي انت مجنونه بيها. تسلمي، ربنا يخليكي حبيبتي، ده من ذوقك. اؤمري يا حبيبتي والله. اتفضلي اتفضلي يا امل. ربنا يخليكي. انا عايزه طريقه الرز بالزبيب والخضار والسوتيه. حاضر. عايزه اعرف ان هو، عايزه اطلعه ان هو بيطلع بحاله كده الخضار والسوتيه. حاضر. عينيا. تسلمي يا حبيبتي. عينيا يا حبيبتي، نورتيني. هقول لك الطريقه بالتفصيل. تسلمي لي يا حبيبتي، ربنا يخليكي. تسلمي، نورتي. حطيت الثوم المفروم وبحط المستردة، واحنا كان معانا امل على التليفون اهو عشان ما تتوهوش مني. طيب احنا حطينا كده ايه؟ احنا حطينا كده البصل، الشبت، الهوت صوص، السمك طبعا، المستردة، الكمون، الملح والفلفل اهو. عايزه اقلب ده كله الاول مع بعضه واتاكد ان كله دخل في بعض. بعد كده هنزل الخضار اللي عندي اللي هو الجزر و الذره الحلوه، دي بتتجاب علب زي ما احنا عارفين وبتكون اصلا مسلوقه ما بيتعملش فيها حاجه خالص، او بتتجاب فروزن ودي برده بتبقى مسلوقه اهو كده. دلوقتي بقى هنبتدي ننزل، ممكن لو عايزين تزودوا الفايده كمان للولاد ممكن تحطوا بيضه في الكفته دي. انا عندي بيض هنا اهي، فايده برضو للولاد لطيفه جدا. وبعدين نبتدي بقى ننزل دقيق او بقسماط واحده واحده لحد ما الاقي ان الدنيا لمت معايا والكفته ماسكه نفسها. لو انتوا هتزودوا بطاطس مسلوقه ومهروسه هتمسك لكم كمان الكفته قبل كمان ما تنزلوا الدقيق والبقسماط اهو كده لحد ما الاقي نفسي هقدر اشكلها، ساعتها هوقف الدقيق. ايه الاخبار؟ كده كويس قوي كده. لو بدانا نشكلها هتبقى ماسكه نفسها. اوكي. طبعا دي لو دخلت التلاجة كمان شويه هتمسك نفسها اكتر واكتر. انا بس هتخلص من ده وهطلع طبق البقسماط اخليه هنا، اشيل دول سريع سريع. هنا عندي طاسه
على نار عالية اهو، زبدة، وناخد جوانتي نضيف ونبتدي بقى نشتغل. هبتدي اشكل وانزل في البقسماط يا ايناس. ريماس الو. ايوه لو سمحتي عايزه طريقه السويسرول. سويسرول حاضر، عينيا. بصوا كده وننزل كده في البقسماط. محتاجه جوانتي تاني عشان امسك بايدي الاثنين واشوف هنا طبق اطلع عليه. اطلع بس عليها عشان ايه، لحد ما الزبده تجهز تبقى سخنه. نبتدي احنا نشكل هنا. يا باسم الو. اهلا وسهلا. وسهلا. اتفضل يا باسم، انا سامعاك. عايز تسال على ايه؟ عايز اعرف المكرونه البشاميل بتتعمل ازاي. حاضر، عينيا. طيب انا ابتدي انا اجاوب في المكرونه البشاميل لحد ما انتوا تجهزوا لنا السويس رول. احنا بنجيب المكرونه اللي هي طبعا المقصوصه او الفرن، بنسلقها ثلاث ارباع سلقه ونصفيها ونحطها على جنب. بعد كده بنجيب العصاج، باخد بصل مفروم، ثوم مفروم، ملح وفلفل، سبع بهارات، قرفه وجوز الطيب، حبهان ولورا ومستكه، بشوح كويس جدا، بنزل عليهم اللحمه المفرومه على نار عاليه لحد ما تستوي. بعد ما تستوي بنزل لها طماطم مفرومه مبشوره وصلصه طماطم وعصير طماطم. بعد كده بركنها على جنب. بعمل البشاميل، لكل كوبايه من البشاميل معلقه من الزبده ومعلقه من الدقيق على النار، نشوحهم كويس جدا. بعد كده بننزل بره النار باللبن، ايد بتنزل وايد بتقلب. بعد كده برجع ادي ملح وفلفل وقرفه وجوز الطيب، وبعد كده بديله كوبايه من الكريمه. نبتدي بقى نجمع الطبق. باخد بشاميل وصلصه على المكرونه واقلبهم كويس جدا مع بعض. بحط شويه بشاميل في الطبق من تحت، نص كميه المكرونه، كميه العصاق كلها في النص، نص كميه المكرونه مره كمان، وبعد كده بقيت كمية البشاميل. وإذا حبيتوا تحطوا جبنة على الوش حطوا. الزبدة هنا عندي جهزت، هبتدي أنزل الكفتة وإحنا بناخد هالة معانا على التليفون وبنكمل بقية المقدار. يا هالة. هالة. أيوة. أهلا وسهلا. ألو. أنا معاكي يا هالة، اتفضلي. ايه بعد اذنك عايزة اعرف طريقة الكيكة بالكريمة. الايه بالكريمة؟ كيكة بالكريمة. حاضر، انتوا سامعين السؤال؟ كيكة الكريمة. حاضر حاضر حاضر. تعالوا بقى هنا على الزبدة، هنزل كمية الكفتة كلها وهديها تشويحة من الجنبين لحد ما اتأكد ان هي استوت. انتوا هتطلعوا فاصل بقى اهو، تتأكدوا اهم حاجة ان النار برضو تكون متوسطة عشان عايزة الكفتات تستوي من نص، ما تبقاش مستوية من الاطراف ومن نص مش مستوية. دي حاجة. الحاجة التانية الحجم طبعا اللي انتوا عايزينه، تقدروا تعملوها صوابع، تقدروا تعملوها كور صغيرة، تعملوها زي ما احنا عملناها كده، براحتكم خالص. اهو هسيبها بس تتشرب شوية الزبدة الزيادة اللي فيها وبعدين نحطها في طبق التقديم. اخر طبق معانا النهاردة هي الجمبري بالصوص روزيه. عندي